أجت شكاوي بخصوص موضوع ارتفاع الأسعار بشكل عام. طبعا هلأ مع الثلج اليوم وسقوط زخات الثلوج كمان رح يأثر هذا على موضوع الدواجن، رح يأثر هذا على موضوع الخضار، رح يأثر أيضا على موضوع الأسعار بشكل عام. أنتم بتعرفوا أنه إحنا كمان لسه جايين على شهر رمضان المبارك وجايين كمان على ارتفاع أسعار. فمبارح يعني بحب أي مشاركة بتيجي عنا على البرنامج أنه إحنا نتابعها مع الجهات المختصة، وبالتالي أنه نأخذ منهم الجواب بخصوص هذا الموضوع، وخاصة إذا كان الأمر كمان بتعلق بالأسعار بشكل عام. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع من وزارة الزراعة الفلسطينية. ينضم لنا السيد طارق أبو لبن. صباح الخير أستاذ طارق. صباح الخير كريم، أهلا لك ولجميع المستمعين والمشاهدات والمشاهدين. طبعا حضرتك وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة. أول شيء خلينا نحكي بشكل عام، هلأ في ارتفاع على أسعار الخضار والدواجن، إذا في وضح لنا صورة أكثر، وأيضا مدى وفرة الدواجن وخاصة بعد مرض إنفلونزا الطيور اللي صار قبل فترة. يعني بداية نحن اليوم بنمر في رام الله الكسف الأبيض، وبالتالي هذا الناس بتطرح باللون الأبيض، ولكن بيأثر طبعا على الإنتاج للخضار تحديدا. الفترة اللي فاتت كانت فترة تقلبات كثير بالطقس، حتى تحول بالمناخ حسب ما الخبراء ما بيسموها. هذا أدى إلى تغير في الكميات المنتجة من الخضار، أنا ببدأ بالخضار، وبالتالي هذا قلب من الكميات اللي تم إرسالها للسوق لتواكب أو تواجه الطلب الموجود. إحنا طلبنا على المنتجات الخضار اللي تنتج لنا تقريبا ثابت على مدار السنة، خاصة الخضار اللي دائما على مائدة المواطن الفلسطيني زي البندور، زي الكوسة، زي الخيار، زي البصل، زي البطاطا. كل هاي تأثرت بشكل يعني تختلف من منتج لمنتج، ولكن بشكل عام الاختلال في درجات الحراره اللي صار عندنا احنا في فلسطين واللي صار في المنطقه كلها برمتها اثر على توريد هذه الكميات مما قلل منها. في الاسبوع اللي يعني في 10 ايام والاسبوعين اللي فاتت كان في استقرار جزئي، وهذا لمس المواطن من استقرار في بعض يعني هبوط في بعض الاسعار، خاصه اسعار البندوره والخيار اللي هي كانت الاساس في المنتجات اللي بتورد الى السوق. ولكن نتوقع مع التغير اللي صار من يومين واليوم وبكره وبعده يعني وكما اشارت الاصل يعني الصقيع، هذا الصقيع بياثر طبعا. نعم صحيح، انه راح تقلل الكميات المواردة وتؤثر حتى على الإزهار اللي ممكن يعطينا الفترة اللي جاية خضار، ولكن فيما يتعلق بالأسرة لدينا أسرة. نعم، إذا استقرت درجة حرارة إلى حد ما أو الفرق ما بين درجة حرارة في الليل وفي النهار قلت يعني الفروقات، هذا راح يزيد من كمية الإنتاج على مستوى المزرعة الواحدة، وبالتالي إحنا من المساحات المزروعة اللي مجهزة للتوريد للسوق المحلي في هذه الفترة وفي رمضان راح يكون في عندنا وفرة، وراح تستقر الأسعار باستقرار درجات الحرارة. هذا فيما يتعلق بالخضار، ويعني كما يعلم الجميع هي خارجة عن إرادة المزارع وإرادة الجهات كلها، هذه إرادة ربنا في الموضوع المتعلق بتغيرات الطقس والمناخ. بس في إشي متعلق فينا كمان من إجراءات، خاصة ما يكون في تباين في أسعار الخضار من منطقة لمنطقة، يعني هذه إحدى الشكاوي اللي وصلتنا بالأمس عن أسعار الفول مثلا، أسعار أنواع أخرى من الخضروات، إنه بين مدينة أو محافظة ومحافظة أخرى في يعني تباين كبير بالأسعار. هل أنتم مع الجهات المختلفة بتراقبوا على هذا الأمر، خاصة أنه أصلا هلأ في موجة غلاء في العالم، ففي هناك تخوفات من استغلال هذه الموجة؟ يعني بهذا الموضوع الحكومة بالأمس يعني أقرت رزمة من التدخلات اللي تتعامل مع بعض المنتجات الغذائية، لا سيما الخبز، واللي احنا كوزارة الزراعة حقيقة مش داخل هذه الخلية، ولكن نتابعها بوجود ممثلين في الحكومة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني. هذا الموضوع له إرهاصات كبيرة في الشارع وعند الحكومة وفي كل شيء، لأنه احنا في الآخر كما يمكن
سلتها عبر منبركم وفي برامجك أخت ريم. احنا من اصغر مواطن الى سياده الرئيس كنا مستهلكين، وبالتالي نتاثر بما يتاثر به كل مستهلك، وعليه مع الاخذ بالحسبان الظروف السياسيه والاقتصاديه اللي تمر فيها البلد نحاول دائما ان نوفر ما امكن من تدخلات لحمايه جميع العاملين في شبكة وسلسلة التوريد من المزارع وحتى المستهلك. فيما هذا فيما يتعلق بمؤامرتي، هناك بعض الباعة يعني الفروق على مستويات المتوسط، يعني احنا الان قبل ما ادخل عندك على البرنامج كنت بتبدا الاسعار، ليست هناك فروق حقيقيه ما بين اعلى منطقه في شمال الضفه الى اهبطها جنوبا، انا بتحكي يعني بحكي عن القارفة فوق شمال وتحت جنوب مش بالارتفاعات، ليس هناك فروق حقيقيه في متوسط الاسعار، لكن ربما يكون بعض الباعه بحاجه الى التخلص، يعني مثلا اذا كانت بياعه من البائعات المتجولات او هيك المزارعات الصغيرات اللي كانت بتتروح ممكن فيها بسعر اقل صحيح، ولكن على مستوى السوق نفسه يعني سوق التجزئه او سوق الجمله ليست هناك فروق الا بما يتعامل مع يعني فروق النقل او تكاليف النقل ما بين الشمال والجنوب، لانه معظم مناطق الانتاج هي منطقه الاغوار ومنطقه الشمال، وبالتالي النقل الى منطقه الجنوب بتكون فيها بعض التكاليف الزائده، وهذا ينعكس بالعكس لما يكون التوريد من المحافظات الجنوبيه في قطاع غزه الينا، فبتكون النقطه الاولى يعني في معظم الاحيان الخليل نقطه الهب يعني على راي الانجليز اللي هي المنطقه التي تجمع فيها الخضار الوارده من المحافظات الجنوبيه ثم يتم توزيعها، وبالتالي تكون الاسعار في منطقه جنوب الضفه اقل بقليل من الشمال اذا كان التوريد من المحافظه الجنوبيه في غزه. طيب الدواجن، في ناس بيحكون عم بيشتروا في مناطق تحديدا مصنفة جيم 20 شيكل على الكيلو، يعني بسبب مرض انفلونزا الطيور اللي صار، هل صار في ارتفاع على أسعار الدواجن اليوم؟ يعني خلينا نحكي نوضح موضوع انفلونزا الطيور. اللي صار هو مش عندنا، يعني عشان يعني عند الاحتلال لنتقي انفسنا وبعض المناطق التي المراكز التصنيع التي تصدر الى الخارج حتى لا يقال بانه الجانب الفلسطيني بيقول انه صار عنده، لا احنا لم تسجل عندنا بؤر لانفلونزا الطيور، ما سجل هو في غرب اوروبا تحديدا في اسبانيا وفرنسا اللي هي بنستورد منها احنا البيض المخصب لانتاج الصوص في داخل البقالات الفلسطينيه، وفي بعض مزارع اسرائيليه تورد للفقاسات الفلسطينيه، مما قلل احنا اوقف الاستيراد لبيض التفريخ من اسبانيا ومن فرنسا لفتره طويله بسبب انفلونزا الطيور، وقلل هذا الجانب بشكل بنسبه لا باس بها من البيض التفريخ المخصب، وايضا اوقفت بعض التعاقدات بين الفقاسات والمناطق التي اصيبت في الداخل المحتل في داخل الخط الاخضر، اوقفت واستعيض عنها من مناطق خاليه من المرض، ولكن الاثر كان انه انخفضت الكميات المورده بما يصل الى 15 او 20% من الكميه المطلوبه، علما بانه احنا قدرتنا الانتاجيه في مزارع الامهات الفلسطينيه التي تنتج البيض المخصب لا تزيد عن 45 الى 47% من احتياجنا. نعم. فهل هذا ادى يعني الى ارتفاع ولا كيف؟ هذا في حينه قلل الكميات التي وردت، والحقيقه في هذا المساء في هذا المسار اول من يلمس المشكله هو صاحب الفقاسه. نعم. ولا يعني لا يعلم يعني لا يعني هذا يلامس صاحب الفقاسه وهم عدد قليل مقارنه بالجمهور المستهلكين، ثم يتحول ذلك الى المزارع بعد شهر تقريبا بعد 20 يوم المزارعون حسوا بهذا الموضوع، ولكن الاحساس الكبير لما بدات هذه الكميه تورد الى السوق بواقع 150 ألف طير ناقصه كل اسبوع من الاحتياج. اليوم كم سعر كيلو الدجاج يعني المفروض؟ يعني كيلو الدجاج يتباين
يتباين خلينا نقول ما بين موقع وموقع ومركز تسويق ومركز تسويق، لانه في بعض المراكز بس المعدل يعني ما بين 14 ل 15 نقول ولا اقل 15 شيكل تقريبا 15 شيكل 15 شيكل الرقم المعلن في داخل على صفحات. اما اي حدا ببيع ب 20 22 مش المفروض انه المواطن يقبل يبلغ؟ نعم انا بالضبط. نعم. يعني انا مع كل احترامي للسلطه الرابعه اللي احنا بنعتز فيها ويعني دائما ونقف نعتبرها الى جنبنا، ولكن لنوجه الشكاوى الى الجهه المختصه. الجهه المختصه ليست وزاره الزراعه على كل الاحوال، هي وزاره الاقتصاد الوطني بالارقام الصادره عنها لحمايه المستهلك. نعم. للابلاغ. يعني فعلا من يحاول ان يستغل هذا الشعب، احنا بنعرف انه لازم يكون ابلاغ للجهات المختصه، بس برضه بدنا رقابه من الجهات المختصه سواء زراعه او اقتصاد على الاسواق حتى لا يكون هناك نوع من الفوضى، قلت لك بعد الموجه العالميه في الغلاء. نعم. فزي ما بفهم فهمت منك الان في وفره في الدجاج وفي كمان الاسعار تقريبا 15 شيكل. نعم الان. نعم تمام. انا يعني خليني اذا سمحتي لي اني اكمل، ربما هذا الموضوع لا يرضي المزارعين الى حد ما، ولكن حرص الوزاره وحرص الحكومه لان يعني يكون في وفره دائمه وان يكون هناك سداد للاحتياج، دعا وزاره الزراعه يعني بالسماح الاستثنائي لادخال الدجاج الجاهز للاستهلاك اللي هو المذبوح والجاهز من داخل الخط الاخضر حتى نسد العجز الموجود في السوق حتى يعني نوفر. احنا بنعرف الان لمن الايادي نمط الاستهلاك في فلسطين لا سيما في محافظتي نابلس والخليل، هناك الولائم اللي هي مقترنه بشهر شعبان ونحن على ابواب شهر رمضان الكريم. طبعا. وبالتالي هناك زياده في الاستهلاك لهذه الولائم. طبعا. وهذا دعانا انه احنا رح يصير في زياده للطلب على الدجاج واللحوم بشكل عام. بالضبط. فبالتالي هذا بدعانا احنا كوزاره الزراعه انه نتخذ الاجراء الذي لا نحب ان ناخذه، احنا دائما هناك حمايه دائمه لمزارعي الدواجن لانه هذا يوفر لدينا عندنا في فلسطين اكتفاء ذاتي اذا ما لم يتعرض الى نكسات مثل نكسه الانفلاتور اللي نتحدث عنها اللي مش عندنا احنا عند الاخرين. بس احنا تاثرنا فيها لان هي مراكز توريد لنا، فسيكون هناك ادخال يحدد حسب النقص في كل اسبوع ويدخل بشكل منظم بحيث نتأكد من سلامة المنتج وسلامة المنشأ وسلامة النقل وكل القضايا المرتبطة بالبروتوكولات المحددة عندنا بما لا يؤثر على ربحية المزارع وبما لا يدع مجالا للتغول في الأسعار نتيجة النقص. شكرا جزيلا لك سيد طارق أبو لبن وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة.